تجسيدا لأواصر المحبة والعيش المشترك بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، أقيمت في العديد من الجمعيات والمراكز والكنائس المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة إفطارات محبة للصائمين في الشهر الفضيل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. شهدت العديد من الأماكن في المملكة لقاءات إيمانية على موائد الإفطار، وهي لقاءات إن دلت على شيء فإنما تدل على تآلف القلوب بين عموم الناس على اختلاف منابتهم وعقائدهم. ففي حديقة الرحمة الكائنة في مركز سيدة السلام، رعت سمو الأميرة عالية الطباع إفطاراً رمضانياً أقامته جمعية الكاريتاس بالتعاون مع جمعية الأيدي الواعدة لنحو 300 طفل وأمهاتهم. وكان في استقبال سمو الأميرة مدير الكاريتاس السيد وائل سليمان، ومدير جمعية الأيدي الواعدة السيد عزمي شاهين، وفريق الأيدي الواعدة من معلمي المدارس والمتطوعين، حيث اشتمل البرنامج على حفل ترفيهي لهؤلاء الأطفال القادمين من عدة مراكز ومدارس في العاصمة عمان. وقامت سموها بمشاركة وجبة الإفطار مع الأطفال وتوزيع حقائب مدرسية عليهم. كان حفل كتير رائع بوجود سموها مع الأميرتين بناتها الأميرات، بوجود كتير متطوعين وموظفين من كاريتاس، وعلى رأسهم المدير مديرنا سيد وائل سليمان. كما رعى معالي المهندس موسى المعايطة الأمسية الرمضانية التي أقيمت في المركز المجتمعي المسكوني الخيمة التابع لكنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في عمان، وذلك بحضور سيادة المطران سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة والقس سامر عازر، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة ورجال دين مسلمين ومسيحيين وجمع من المدعوين. وألقى القس سامر عازر كلمة أشاد فيها بصور الإخاء والمحبة التي تسود الشعب الأردني بكل أطيافه وأديانه ومذاهبه، شاكرا جميع الحاضرين على تلبيتهم الدعوة التي تعكس الصورة غير المصطنعة عن واقع حياتنا الذي نعيشه بدون تجميل أو تصنع. وأكد المهندس موسى المعايطة خلال كلمته أننا في الأردن شعب واحد بغض النظر عن اختلاف ديننا، وأنه من منطلق محبتنا لأردننا وإنسانيتنا سنبقى مسلمين ومسيحيين محافظين على وطننا الذي تقاسمنا العيش فيه منذ أزل التاريخ. أنا بتكلم عن المسلمين، مرفوض أن نقول به، نحن نعيش عشنا منذ مئات السنين مع بعض سوية، وسوف نبقى إن شاء الله كذلك، وما احنا بزاود علينا، نحن هذه المنطقة، هذه الأراضي، هذه هنا كان سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى المسيح، منذ تأسيس الإمارة، وهي ما حدث تبعيها على قضية التمثيل، كيف أن الهاشميين كانوا مدركين أنه يجب أن يمثل كل فئة المجتمع، فمنذ أول انتخابات جرت كان هناك في مقاعد للمسيحيين الجنس، قبل ما تيجي كل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وتتكلم عن التمثيل. وألقيت في هذه الأمسية الرمضانية العديد من الكلمات التي أجمع فيها المتحدثون على تماسك ووحدة شعبنا الأردني، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللحمة الطيبة بين عموم أبناء الشعب الواحد الذين يستفيئون بظل قيادة هاشمية حكيمة. وبمناسبة هذا الشهر الفضيل وترسيخا للفكر الهاشمي بترابط أبناء المجتمع الأردني الواحد وتعزيزا لأصول المودة والأخوة بين جميع مكونات المجتمع، أقامت جمعية رسل السلام في دير اللاتين في ماركا
ممثلة بالأب خليل جعار مدير الجمعية في المملكة وحضور المدير العام الأب أنخل، حفل إفطار للفقراء والمحتاجين في ساحة كنيسة اللاتين بمارك الشمالية بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وعدد من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة. وقال سيادة المطران الشوملي بعد تناول طعام الإفطار: نشكر الله على هذا الوئام الذي يسود الوطن الواحد القائم على المحبة والتآخي والعيش المشترك بين كافة أبنائه مسلمين ومسيحيين. كانت ليلة فعلا مباركة، لأنه هي ليلة تآخي، ليلة محبة، ليلة عيش مشترك بين الإخوة الأردنيين المسيحيين والمسلمين. فنشكر الله على هذا الوئام الذي يسود داخل أبناء الشعب الواحد، وأتمنى لإخوتنا المسلمين بهذه المناسبة عيد فطر سعيد بعد فترة من الصوم المبارك، وكل عام والجميع بخير. من جانبه وصف الأب خليل جعار راعي كنيسة اللاتين في ماركا الإفطارات الرمضانية في المملكة بموائد محبة ورحمة يلتقي فيها الأردنيون على مائدة واحدة وقلب واحد، معتبرا هذه اللقاءات في الكنائس تجسيدا للعيش المشترك المبني على المحبة والتراحم بين كافة قطاعات ومكونات المجتمع الأردني الواحد. نعيش أجواء هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، لنجدد عهود المحبة والتضامن والسعي دوما لتجسيد التسامح والعيش المشترك بين كافة قطاعات ومكونات المجتمع الأردني. نجتمع اليوم أسرة واحدة لنتقاسم لقبة المحبة والاحترام، الاحترام لبعضنا بعض، لنجدد عزمنا على التضامن والإخاء. فنحن أبناء الوطن الواحد على اختلاف مذاهبنا، ليتسنى لنا حينئذ أن نحقق ما نصب إليه، فيكون الأردن بشعبه وقيادته نموذجاً يحتدى به الآخرين بعد أن وجدوا في هذا البلد الأمن والاستقرار. الأب خليل جعار هو من الذين يقومون في هذه المناسبات من دعوة للأخوة المسلمين لكي يلتقوا بإخوة لهم من الأديان الأخرى، سائلين المولى عز وجل أن يوفق ملك البلاد وأن يوفق كل من سار على هذا النهج، ونسأل الله في نهاية الأمر أن يوفقنا جميعا. وأشكر هذه المحطة التي دوما تتميز بفضلها على الشارع الأردني.